محكمة عيدن كها يا حكم دل أحكم في سي أسكري شان سنة كهر دلي وسير سيراتشي سيدا وركنا يدن كوفا فاهنا يا ورينا محمد إبراهيم محكمة عيد ماذا قلب كسيدا يا ورور نمدي هراء ساكا حكم دل أحكم في سي أحمد عبد الله عبدي أو بشي مي سنة كي لا بكون تدوي تمن دلي وسير كي هولها جودي دبو ديسكا حكومة دي رجل وزارة حسن على خير الله ونحرسته عباس عبد الله شخصي راجي محمود سراج وعمر عم كولالكي يا سعود ويدير كلوف لي احمد عبد الله عبدي سيده وقص وقربتي ستويتر كا محكمة عيد مدى قلب كسيدا اي صوماليا يا هوري حكم دي لا وردي احمد عبد الله عبدي او لو هلي انو ديري وسيركي او لها جود اي دي بوليسكا حكومة دي ريز وزارة حسن على غيره الله اون حرستي عباس عبد الله الشخصي راجي بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ ومركا يا هايت أفر يتبنكي بشي لحاد لبكن تضبي يتبنك محكمة درجة كوباد عيد ماذا قلب كسيدة وحي أفر يستي دعوة عقابات كي لو هيستي أيدي سنة دبل حوق أحمد عبد الله عبد عيديك صدني أفر جرة إنا نظيفة فارح عبد كل شيء القدود كتر سن عيدا كبد حوق دلك سوماليا كاسو حفيز كحيري لالنت عيد ماذا قلب كسيدة كو أيدي dambiga ah dil bareera kadib markii uu xabad uu ku riday gaari uu waday marxuum Abbas Abdullah Sheikh Siraji oo ahaa wasiirkii hawlaha guud ee dib u dhiska xukuumadda federaalka Soomaaliya ay wajiga kaga dhacday sidaasna uu ku geeriyooday taariikhdu markay ahayd 3 bishii shanaad 2017 abaar 7 fiidnimo falkaas oo ka dhacay degmada Waaberi gaar ahaan inta u dhaxeysa hotel siyaad iyo masjidka isbaaysiga waxayna maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum Abbas Abdullah Sheikh Siraji taariikhdu markay ahayd 19kii bishii 6aad 2017 xukun sanaha ayaa rafcaan ka qaatay xukunka maxkamada darajada koowaad ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd 13kii bishii 7aad 2017 وحين محكمة السرق عيدمدة قلب كسيدة مر لبات كحكم تيرف عن لها دل توغشو تاريخ ومركا يهيد سقالي لباتن كي بشي تضبات لبكن تضبي تبان ما انت واي تاريخ دو تهي لبي لباتن كي بشي تبانات لبكن لبي لباتن وحال وفو لي حكم كي دل كأها وبالله توفيق مرحوم عباس يا سيد حدي بشي مي سنة كي لبكن تدوي تونول انت رساسة فرين الى لذي هنتي دور كي قود حلقة لغيقة دي دكتور نور فارح جمعالي Abbas Siraji oo 30 sano jir ahaa ayaa sidoo kale ahaa wasiirkii ugu da'da yaraa xilligaasi xukuumadda Xasan Cali Qeyre